مباراة مجنونة في مجرياتها. اليوفنتوس دخل المباراة وهو مهزوم في لقاء الذهاب على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة، فكان عليه أن يهزم ريال مدريد في مدريد بثلاثة أهداف على الأقل ليتعادل معه في نتيجة المباراتين. ولكن هذا ما تحقق بالفعل في مباراة العودة أمس. حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد انتهاء المباراة، يعني أو الوقت الأصلي، عندما كان اليوفنتوس متقدما بثلاثة أهداف دون رد، حينها احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الريال. لم يكتفي بذلك، بل طرد الحارس المخضرم بوفون وحرمه من التصدي لركلة الجزاء التي أحرز رونالدو هدف فريقه الوحيد والذي تأهل به لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بوفون الذي حصل على أول بطاقة حمراء، كارت أحمر له في دوري الأبطال، كان قاسيا في انتقاده للحكم وقال مكانه مكان الحكم في المدرجات مع المشجعين الذين يأكلون تشيبس وليس حكما لمباراة كبيرة مثل هذه. مشجعو اليوفنتوس على وسائل التواصل لم يرحموا الحكم الإنجليزي من تعليقاتهم في هذا الفيديو الذي انتشر على شكل واسع. تخيلوا الحكم وهو يحتفل مع الريال بالفوز، نتابع. ولكن على الجانب الآخر، نشر عشاق رونالدو في العالم العربي فيديوهات قديمة له وهو يحتفل على طائرته وقام بوضع ألحان أغنية عربية عليها. ولكن عشاق الريال لم يكتفوا بتركيب ألحان على فيديو رونالدو، بل قام بنشر فيديوهات احتفالية أخرى ساخرة، نتابع. بعيداً عن الفيديوهات الساخرة، انتشر فيديو عناق رونالدو وبوفون بعد المباراة على نطاق واسع. شباك بوفون تلقى ثلاثة أهداف من رونالدو في مباراتي الذهاب والإياب لتكتب النهاية، والذي يعني بعث جديد لرونالدو. مشاهدينا، انتهى برنامج ترندنج لهذا اليوم. شكرا لكم على متابعتنا ونلقاكم في الغد.